جناح السوري، هذا شعاره في إكسبو 2020 دبي، الذي يعد الزوار بسماع أول نوتة موسيقية سجلها التاريخ واكتشاف حضارة غنية ساهمت بإنجازات كبيرة في تطور تاريخ البشرية، حيث يرى السوريون في هذه المشاركة فرصة للتواصل مع زوار من جميع أنحاء العالم خلال فترة المعرض، فيما يجري حاليا العمل على مدار الساعة لإنهاء اللمسات الأخيرة للجناح تحضيرا للافتتاح. للتعرف أكثر على الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي، نستضيف المهندس خالد الشمعة، مدير الجناح السوري في إكسبو دبي. صباحك سعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك اللي عملت على تصميم هذا الجناح، على أي أفكار اعتمدت بهذا التصميم؟ الحقيقة ابتداءً من كلمة معنى المستقبل لنا، هي اللي أثرت على تصميم كافة الفراغات بالجناح. ابتداءً الرحلة اللي هي التايم لاين اللي أول ما منفوت على الجناح كزوار، انتهاءً بآخر مطرح اللي هو السوفينير شوب، دائماً عم بيكون التركيز على معنى. إذا كنا عم نعمل معرض تشكيلي فني فما بيكون لفنان واحد، عم بيكون لمجموعة فنانين. إذا كنا عم نحكي على الزرع فنحن ما بيكون لزرعة واحدة، لمجموعة مزروعات. فدائما التركيز كان انطلاقا من هالكلمة البسيطة كتير، معا المستقبل لنا، هو اللي ساوى الجناح. سوريون في المغترب تكاتفوا لدعم جناح سوريا في دبي، هذا الدعم هل يعني أن العمل معا ممكن أن يغير في مستقبل سوريا؟ الحقيقة نحن اللي التركيز هو السوريون بشكل عام، سواء بالمغترب أو سوريون بسوريا أو سوريون بأي مطرح بالعالم. سوريون مجتمعون عم يساهموا لحتى ينجزوا هذا الجناح. وهي الفكرة أنه معنا المستقبل لنا، فكنا دائما الحملات عم بتكون جماعية لكل السوريين وين ما كانوا موجودين لحتى يساهموا ويشاركوا. وعم نلاقي دعم جيد جدا بالممتاز من كل السوريين، وإقبال عظيم جدا على هذا، على المساهمة سواء العملية أو الفنية أو أحيانا المادية لحتى يدعموا هذا الجناح السوري. دولة الإمارات دعمت الجناح السوري في إكسبو دبي، هل تتحدث لي عن طبيعة ونوع هذا الدعم؟ أكيد، أنا حقيقة مقيم بالإمارات من شيء 12 سنة، فأنا شهادتي شوي مجروحة بالدولة الإمارات. بالنسبة لي هي الدولة الثانية، هي بلدي الثاني. وبداء من إكسبو من سنتين ثلاثة كان في دعم وإصرار الحقيقة من دولة الإمارات على وجود مشاركة سوريا بإكسبو 2020، سواء كان عن طريق تأمين الجناح أو المساعدة بأعمال الديكو تبع الجناح. والدعم المعنوي دعم هائل من كافة فريق إكسبو، من طبعا بإشراف قيادة الإمارات، دولة الإمارات. فدعم مشكور جدا من دولة الإمارات. الجناح السوري عم يوعد الزوار بسماع أول نوتة في التاريخ، نوتة موسيقية، فشو اسم هاي النوتة وما تاريخها؟ النوتة الموسيقية الأولى عالميا اكتشفت بأوغاريت بسوريا، هي عبارة عن مرقومة محطوط فيها الكلمات الأغنية ومحطوط فيها النوتة الموسيقية للأغنية، اسمها أغاني لنيكال. هي عبارة عن امرأة عم تدعو الآلهة ليكون في عندها خصوبة ما عم تقدر تجيب أولاد، فهي الدعوة كانت ابتهالات دينية. هي المقطوعة أو هي الأغنية حتسمعوها بقسم الموسيقى بالجناح السوري، بس حتسمعوها بطريقة تفاعلية، يعني الزوار اللي حيزورونا حيغنوها مع السولويست اللي عم تغنيها، اللي هي موجودة على بروجكشن ومابينج على واحد من الجدار الموجود بالقسم الموسيقي. المقطوعة عمرها فوق 4500 سنة، وهي أول نوتة تاريخيا مسجلة بالعالم كله كأول نوتة موسيقية مسجلة عالميا. أيضا يركز الجناح السوري على الاستثمارات الزراعية، وأن سوريا هي أرض للزراعات، وأقدم شتلة أو زرعة كانت في سوريا أيضا. الحقيقة عفوا حكينا على هذا الموضوع، تفضل. الزراعة بدأت من هالمنطقة، منطقة سوريا، من بداية من القمح. والزراعة مثل ما بتعرفي كان الإنسان قبل الاكتشاف الزراعة هو إنسان لاقط، تحول لحضارة من وقت ما اكتشفت الزراعة. فنحن كمان عم نأكد على هالموضوع بالبافيليون السوري، بجناح أو بقسم صغير له علاقة بالزراعة، عم نعرض فيها شو هي المنتجات الزراعية الموجودة بسوريا،
انواع الحبوب بشكل عام اللي هي حبوب اصليه منا مهجنه، وبالمقابل عم نعرض فيها ارت انستاليشن كامل ضخم جدا الحقيقه، عم بيشتغلوا فنان سوري. هذا الارت انستاليشن الفكره تبعه انه انت لما بتوقفي معي انا بوقف معك. فالسنابل القمح اللي هي اكتشاف الزراعه فيها، لما بتمشي بالبافيليون حتوقف معك، حيكون فيها تكنولوجي كثير عظيم. اخيرا رح اسالك، كيف ستستفيد سوريا من الاستثمارات والفرص الاقتصاديه في اكسبو؟ الحقيقه مثل ما بتعرفي سوريا بلد غني حضاريا وطبيعة وبالأشخاص اللي موجودين فيه، وحاليا مجموعة ضخمة الحقيقة من الشركات السورية مشاركة معنا بالجناح السوري، وعم نستلم طلبات بشكل يومي تقريبا لحتى تنضاف شركات جديدة. الفائدة حتكون عظيمة جدا على سوريا للاستثمارات الأجنبية، سواء السياحية أو العمرانية، على مختلف الأصعدة. كمان حتكون الفائدة الاقتصادية كتير للسوريين لحتى يكون في تصدير لدول خارجية. حاليا نحن بشكل يومي عم نستقبل دعوات من دول مجاورة بالإكسبو، بحيث عم تدعونا مشان نعمل بزنس ماتشنج بين الشركات السورية اللي مشاركة معنا وشركاتها اللي مشاركة معها بالدول. قبل أن أختم أذكر أنكم وجهتم دعوة للجالية السورية الموجودة في الإمارات للتطوع وتمثيل بلادهم في إكسبو 2020 دبي. صحيح، وجهنا دعوة من فترة شهر ونص تقريبا اسمها كن سفيرا لبلدك، وعم ندعو فيها كل السوريين الموجودين بالإمارات يكونوا معنا بهالحدث المهم كتير لسوريا. المهندس خالد الشمعة مدير الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي، شكرا لك. تشرفنا فيكم وشكرا لك.